لكن قبل الخوض في مسألة فرنسا، قضية F-35 معركة طويلة في ألمانيا أقيل على إثرها. في 2019 رئيس أركان الجيش لدفاعه باتجاه الصفقة، استبعدت المقاتلات الأجنبية من قائمة الطائرات المرشحة لتجديد الأسطول الألماني، وحصرت بضغوط داخلية وأوروبية نحو خليط يضم 55 طائرة تايفون البريطانية ومقاتلات F-18 سوبر هورنت وجرولر من نوع بوينغ، 45 طائرة أمريكية أيضا. ولم تكن خيارا سهلا، لكنها من الجيل الرابع ولا يمكن أن تكون رأس حربة سلاح الجو الألماني. لم تسلم حكومة ميركل حينها من الانتقادات واعتراضات مسؤولين على سحب 4 مليارات يورو من الصناعة الألمانية ومورديها والتحليق بخيار بوينغ. حسمت الدفاع الألمانية قرارها، فيما تأجلت عملية الشراء إلى ما بعد الانتخابات الفيدرالية العام الماضي، تحديداً أكتوبر 2021. خلف أوليف شولتز ميركل، انتهت صفقة F-18. لم يعلن ذلك رسمياً، لكنه تعهد بالتزامه باتفاقية المشتركة النووية لحلف الناتو. ماذا يعني ذلك؟ لم نصل بعد إلى الجزء النووي. بهذه الخطوة تحديداً صارت صفقة F-35 شبه مؤكدة، رغم ذلك لم تحسم رسمياً. وهنا نصل إلى الإجابة، لماذا تغضب فرنسا F-35 ولا تغضبها F-18؟ ببساطة، F-35 جيل خامس من الطائرات تضر بالتحالف الفرنسي الألماني لتطوير أنظمة القتال الجوي المستقبلية، جيل سادس أوروبي يمكنها ببساطة حمل القنبلة النووية الأمريكية B-61، ميزة لا تملكها F-18 وشرط ملزم لبقاء ألمانيا جزءاً من اتفاقية المشاركة النووية لحلف شمال الأطلسي.